ضربة ركنية لمصلحة المنتخب العراقي. الدقيقة 70، يا من تتابع ويا من تشاهد، ما زال التعادل مستمرا. هذا اللاعب اللي بدأ حياته في المنطقة الشرقية في الدمام مع نادي الاتفاق، والآن يلعب مع النادي النصر في الرياض، وضربة ركنية لمصلحة منتخب العراق. على يسار حارس المرمى ياسر المسيليم، هوار، كرة عالية وعرضية، خروج، خطأ، جول! قائد المنتخب العراقي يونس محمود بيسجل هدف، بيسجل هدف التقدم للعراق في نهائي آسيا. الكلمة الأولى عراقية، والضربة الأولى عراقية، والهدف العراقي هو الأول في المباراة. هوار، كرة عالية وعرضية،